سلام الله عليكم ومدى صوماليين سودو وادا ميلكا ساتافاها ديادة كتوكتان لبدا حق درادة كوهشي حقي كعلوبان عسى شيخ محمود يا حمسة عبدي بري حق دري كوهشي لكن حقي بي كعلوبين رئيس الوزارة هيا دوان صوت كوريا آدي هل كاسو لعكا سوقاتي حسن وحود هاي لعكت سو وريشي حمسة نواديدي مركو ديدي حسن وحو حمسة وشيغي انو ديار قروبي ان حلقة لغا قاري دونو حكومة دي سنة لردي دونو ننكي حمسة اها اي حكومة ده هربودي اوراني چنان كو غليا ما انتا والا عسي اللي ربا ما انتا موغال كنه دو كسو غارو سي شير غري لاي غري ميل فو غارسي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ننكي حمسي حسن واي اسكو دعين لعاق صوت كوريا او كسو قاتي او دبعا مشروعية وحو كسو قاتو كنتن مليان اقبال اي سو وريجي حمسنا واد ديدي لكن حسن وحا او قوشو وابي وحو كودها حكومة دادي ادي قبوا اللي قرده ما داما ادي دي سو لما اراكرو حمسة هاد هردة كسو قاتي هاي وحاوي وانو هاد اسكاد عشا حمسة وحاوي هذا وحالتا برحونكي وانا بدل يا دي تاسي تكتو وانا بدل هيا مدي هذا كلا حيل كبحال لوغا قادا هيا بارلمان قادا قادا كرا اما او قادا كرا ايو هدو هدو ودينا يقول كسو جيس فسو كحونكا حونكا ايو هدا كور صحيح اي اسو سلاق عانتي سيسكو توقتي حمسة تاسين يكون مارس نوش نوغي مركو صحيح اي ما افرتي عطوب ووري او كمي ده رئيس الوزراء ما كنا مدعوين وكذا ما كنا بدل إيري كرو ما كان واحد ويهدو تعس أو ويسكاي كرو أو قرب تكلفته وبعد ما كان قاعد كرا حسن كمان قاعد كرو هو سو ما قاعد هيا أو سو ليه وكو قري هيا هو قري هيا وهو اللي بنا ده ده وين ما كان وين ليا اللي أنا كي هدو أنت عس أو ما لبس هلا حيرنا أو يا لبادي سأقرأ كنتو جوغو تأسك واسك جوغو وايو حاسب ليح شورا يا رسل وسارة صحة لباشا تنكرو ما قرأت اوكي لعاك كنت المليان الله هايستا ويساوك سوق عضي وحاليلي هاي صادر حسن الشيخ محمودنا ميلاها مركو وحكسو ليف ليفو سوق عطو عدنا ومشيغو واما هاي سببتو ورئيس الوزاري دما وحورتا دوغو هايستا لعاك كنت المليان الله هايستا او صدكور يكا سوق عضي واقرتي أكون كيسو جبتها دينو وحنا وحنا داي ما أنت هدو وحنس بلابي نادر ونورو وحنا وانا اسكن الله أكون شبتها أنا اسكن عشو إما أنا حير يسير نكذين هاي رادو أنا قبار ما كاشر أنا يجيين ما يعود يي أو يسعي ما أنت أنا يجا يجا كذا كرسي تستوك وراها تستوك وراها كاتك عندي ساكو قاطع سو أدير يقول يا وحي أو شرعي درنا يو أدينا يقولوا يا ما هذا مدرب ما شاء الله العنت كوقات يسوع العنت مقابلة أنت عصو أفخر ناية أسكاد عشو هذو أسكاد عشو وقرب استاجينا هذو أسكاد عشو وقرب استاجينا برمك وقرب استاجي يقر والله إسلام مرك وحوى لما صنعوا هذي حمسة واحد يشاء وحلاك عنده سدد متشاء لأن هذا هو بدن بعد متشاء قبلنا الصومالي قبلنا هو بدن بعد متشاء ذكر هو بدن بعد متشاء أنا هاد ماشى إسكندية إسكندية أول بقى أم ما قضي مغنى يا هاد مرة كان كل سابتر اللي هو جرب استعجل دفك أول بقى أنت عسل اللي هو عائلة يا مرحوم كان هو هاي عيد هاد هو فر ميسى بس الوزارة كان عصوبة دارو ده العيد كيرس مرة أو حسن كيرس أو لا شقين كرتها وهاي نين حشان يا لا شقين كرك وخلاص مرة نحجري كرو نين وهي قارة ما نحجري كرو وحاس أو قص قصطيه أسوي بعصليه أنا سمع عدي بيش عارم هذيت هاي سألنا ربع دمدة هذيت هاي سمع عد هذيت هاي ربع جودة هذيت هاي ما هو حنقول باكي وما تدري في الشهر يا ما يلا يا ريس وسأل حسن أقوم أقعد أوكي تنقل جرت وحيت هاي حسن الشيخ محمود مرة بو شيلين سوغل يا دولدة أما ميلها لغا صوتوك صدي إن وقفك لأكون كيسا قلو وسيرك ماليادة أو بيلها يساقسو تشيدا قبل دي سوكو داري
ساسهان وحلا لو هي وسارد مالي ده سوق اللي إنه لسه عدو تعلي حسن وحنا أورورنا يو سوق سوق لقى ما يابا إنه تي الله بوت ما دو كردن تو طبعا نزل سوتونا عيد وخدر أي واحد وشغي وذوتو أركي وشو غلط شغي وحواي كمان ناس وصير كغلط ما قرط أيه مركا وحواي هذا بدو معوي مروفي وما مركا وحواي أنا وراس من تحت وين أقولي مدو عذير كواي راح عبد الله هي تي وحواي سارة عمر وحواي مركي شدال كذا يسي ninkii oo wiilkii gabadha ay u dhashay wiilka walciis ahayd hadana markaa waa haysatay oo arigu aan waxu aan fiyaad meshay iyada shidaa ugu dalsan qaana saar gaabo marka waxa weeyeen labadii caruur ahayd oo xasan ay saar dhashay dawadi waatay yanta leen ugu aroosinay madaxtooyatay samaha lagu aroosin wayd ninkii muu ah oo siiyay garxajis deesa yani hasiye gabadha hasiye laakiin isagu only wuxuu ka wada gabadheeda guurso laakiin soo shacabixin oo hoosoosay u qab asoo shacabixin ah anaa yahay wax ma qoonsheeda aniga asu waxa ka tala baxay ee gar xisiska ah oo waxa weeye meesha oo u hayay gabadha marka laga qaba ma joogtay gabar sawirka gadaal asagu u wado oo waxa weeye hadii ay ku qoyay sirta ila Ismaaciil Xurgeed ee haybada ka qabtay oo hadii ay sabab asaad doonto ka adeejisay dambiga tagay sirta laga duubtay oo ninkaasi ma rabe waxa weeye Xamso waayo hadii ay ku rooyay oo uniga kan qandankii Soomaaliyeen oo saxu jixin nabarkaas waa la gaadayay taa waa ciil cunay marka waxa weeye xasan intaas laba sano oo isagu wuxuu ahaa isaga ka bilaabaysay oo ka dhamaanaysay oo udub lahaa oo meel kasta oo la yiraado habar baa badila madax shub ku qabta ama habar baa duceysan isagu siin ugu lahaa meel kasta oo ka soo toogsanahay weligii shilin ma u siin waa tuu timi tuu tagay ee ka kala go'day lacagtii soo beeran waayay meesha ee Turkiga idaarkii soo beeran waayay hor hoola ayaa la weyn marka waxa weeye ninkaasi waa silcay كنت قاسم عليها المركز مرمريو عايز مرمريات لها اوكي واكو قرب تاقل اوكي اوكي تصالحان هادا مامولك كير شبه اللي أبقالي حواد لي براها يسكو صوفي سنيان قل قدود هاوي وردان يدير او ودسعودة مريحان بيكو ديولين حسا شيخ محمود بانهو بي ارين قاسي دابو كولا موضا اهي waxaan waxaan sada loo heliyo waa ognahay waa isugu tagay nankaas yar gidiriyo hubkiina gacanta loo galiyay waa maqlaya ciidankii hubkii dawladda oo galmudug baa nimanka lagu weeraray markaankan waxaan u marinayaa nimankaas reer midig oo isxigaan oo hadii ay ku rooyeen sharta isku ayaan reer bicidiyan iyo reer maxamuud iyo nankaas budleen deenaga loo heliyo hubi rasaasiya ay ciidan baa la siiyo haday taas jirto marka waxa weeye halkan waxaan roon jeclaan lahaa labada degmo ay degan yihiin galisoorna waa dayagaaraha oo raacba lahayd oo laga qaaday waa tii laga qaxiyay noo sida gaalgacyo ay wada degno saacadka ay wada degi jiray laba leen bay ahaan jirtay waa mari jiray cayirkii la dhinac loo degana mareexaagu loo dhinac awal bay mareexaagu gorgortamo waayeel oo iyagu meel xidha isdhigay waaye ninku yiri aan dowlad wada dhisano dhulkaagiina haysta warkaha ku darsadeen budleyn ha raaceen ama ha raaceen haddii lay ku rooyaa sool maamuladaas daarood mid ha raaceen maba ku noolaan karaa sidaaro maaladooda bacdaosaqiira gowracda lagu sameynaya dagaal iyo ishirsooc iyo faquuq iyo qabyaalad iyo qarnuun bay ku jiraan nimankaasi labada degmo waxaan dhihi lahaa war isku imaado tashada oo go-aan yeesho meeshaa doontaan raaca okay ninkii asad diyaana ahaa markii aan barnaamijyo badan ka faafinay inuu dabcan rabo inuu gobolka bari qalalaase baan ka rido dawladda Puntland isla markiiba saanada rasaasta mushaharka dhamaan waxay ka jartay maamulkii ama BSF oo ciidamadii maxamuud diyaana haystay arrinkaas sidee buu kula muuqdaa maadaama Saciidani u dhahay wax kasta laga jahaa la gudoomiyo ahay waa rasaasta laga jaraa waa sax asagoo ay hadduu tada jeebada la gaaro waa in laga jaraa ciidankaas BSF leeyahay oo ma loo diray laakiin lacagta loo diray la lahaa dabliin 500 baa la siiyay saraakiishi waa in hadii la guray rasaasta laga joojiyaa wax allaala wax logistic ah oo ciidan leeyahay waa in laga joojiyaa wax shaqaa waa in loo dirsadaa baaqooda lala socdaa
soo dhowaan kulay bilfadlan barnaamijkan sii sheer garee lay garee meel fagaarsi jojo